31 ديسمبر بعد الساعة 12. سنة بتخلص وسنة بتبتدي، كل سنة وانتم طيبين. كل الناس بتحتفل برأس السنة، كل واحد بيحتفل بيها بطريقته، ولكن في شكل ثابت كلاسيكي العالم كله بيحتفل فيه بالطريقة دي بالذات. نفسي أعرف مين اللي بدأ الطريقة دي. يمكن في مصر بنحتفل بالشكل التقليدي، جايز في لبنان في إضافات. نفسي أعرف في اليابان مثلا بيحتفلوا إزاي، نفسي أعرف في أوروبا بيحتفلوا إزاي. فرق التوقيت، قصدي فرق المواسم. إذا رحنا أستراليا هيبقى عندهم رأس السنة هتبقى في الصيف، والدنيا حر موت. دي أفكار ساعات بتمر في رأسي كده وببقى عايزة إجابات عليها. ادخلوا على الصفحة بتاعتنا، صفحة فاري على الفيسبوك، وقولوا لي بعض المعلومات، قولوا لي الاحتفالات في كل بلد بتبقى ازاي. يمكن السنة الجاية أحب أغير الطقوس اللي عندي وأعمل زيكم. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة إن شاء الله.